من الحلويات اللي بيحبها الجميع السودانية أو الفولية. هناخد ملو كوباية سوداني ونحمصه على نار هادية، كوباية سكر، كوباية مية، وعلى نار هادية نقلب لما يدوب السكر تمام. نص معلقة صغيرة موارد، نص ليمونة، ونستمر في التقليب. لما المحلول يبقى سميك ولونه يبقى ذهبي نضيفه على السوداني وهو سخن في صينية تكون مدهونة زيت. نقلب كويس لما يختلطوا تمام. نسيبهم على جنب يبردوا، نرفعهم من الصينية ونبدرهم بشوية دقيق صغيرين جدا، وبالهنا والشفاء.